السلام عليكم الاخوان، معكم الفنان عبد العالي الصحراوي باروطيل. في الحقيقة مشاركة ديال مهرجان ميل لفت مشاركة يعني خاصة وعندها طعم خاص. أنا جد سعيد بهذا الاستقبال وهذا التجاوب الجماهيري، الأول مشاركة عندي في التظاهرة. أشكر وجه الشكر للجامعة المنظمة والمندوبية ديال الثقافة يعني ديال إقليميم والناس المسؤولين اللي كانوا السبب في الحضور ديالنا. كان تجاوب جماهيري كبير تبارك الله، حجة السياح من جميع مناطق المغرب، من طنجة والقويرة ومن يعني من دول أخرى. هذا شيء كيشرف منطقة ميل لفت ويدل على شيء ما يدل على الوجهة السياحية والمنطقة الاستراتيجية والمؤهلات والمكونات اللي كتمتع بها هذه المنطقة. هذا جلب الجمهور وجلب ياسر من الخلق تبارك الله اللي جا هون حج. شكرا لهم جزيلا، شكرا للجمهور، وتحية لكم أخرى من الفنان عبد الحي الصحراوي باروطيل. شكرا لكم جزيلا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.